ويلكم تو امريكان بولس من القاهره. احنا الحقيقه النهارده بيشرفنا الكاتب والباحث السياسي ورئيس تحرير موقع مبتدأ الاستاذ هاني لبيب. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك دكتور مايكل. الحقيقه مشرف النبض الامريكي منورنا. اشكرك. استاذ هاني علاقته طبعا بالاعلام قويه جدا وكتاباته يعني في جميع الاماكن، واهمها الكتاب اللي بيعجبني شخصيا اسمه السالب والموجب. لو ينفع بس نقرب عليه كده الكاميرا، لانه في كلام كبير قوي للكتاب ده. استاذ هاني، ايه بقى موضوع السالب والموجب دوت؟ هي فكره الغلاف، هي فكره الكتاب، انه مصر الفتره اللي فاتت خاصه بعد 25 يناير 2011 بقت كل الاتجاهات متناقضه، وكله بيقطع في مصر، وكله عايز يسحبها للاتجاه اللي من وجهه نظره هو اللي صح. احنا بنتكلم عن مصلحه البلد، الداخل طبعا. عشان الداخل بس ما تختلطش علينا الامور. لا لا، يعني احنا اللي بنأذي نفسنا بشكل او باخر من غير ما ناخد بالنا، او يمكن في ناس واخده بالها ان هي بتحاول تأذي يعني. يعني لو افترضنا بس خلينا حسن النية. يعني فاتجاهات متناقضه وكلها بتيجي على حسب مصر. وطبعا يعني النموذج العملي اللي بيبان فيه التقطيع ده والتناقض باقصى درجاته هو الاعلام وبرامج التوك شو. النموذج العملي يعني متشكل. لا، دي الحقيقه. انا عارف طبعا ان احنا عندنا مشكله. انا مش بتكلم في المطلق. انا عارف على بعض. انا عارف ان احنا عندنا انا بس بحبيت اهزر يعني. انا عارف ان طبعا احنا عندنا مشكله كبيره في الاعلام، للاسف ان هي يعني كادت ان تأذي مصر بشكل خطير في الفترة اللي فاتت. نعم احنا مع حرية الاعلام، نعم احنا مع حرية التعبير، لكن لازم يبقى واخدين بالنا جدا من الرسائل اللي توجه لبيوت الناس. يعني طبعا انا اعتقد ان اللي بيتكلم بيخش بيت حاجة و90 مليون مواطن، لازم يبقى كلام محسوب ومدروس وليه اهداف خالصة ونقية، ما بقاش اجندات وردود الافعال. يعني ابسط الامور، مصر بتتغير. يعني اكيد عندنا مشاكل، اكيد عندنا تحديات، اكيد عندنا ازمات، بس لما تكون شخص ايجابي تفكر بشكل ايجابي، وان احنا خطوه خطوه، مفيش مشاكل بتحل كلها مره واحده. لكن احنا في تغيير بيحصل في مصر، فلو نقلت الجانب الايجابي وجانب التغيير للناس، الناس هتحس. لكن لما تقعد تنكد عليهم كل يوم وتسود لهم حياتهم، امر طبيعي ان الناس تتشائم وتشك في كل اي حاجه بتحصل. طيب يعني واضح جدا ان الغلاف بيشرح المشكله، لكن لو تدينا بقى امثله حيه من الكتاب اتكلمت عنها عشان نشوف قد ايه المشاكل اللي احنا ممكن نتخيل ان هي صغيره، لكن ممكن تبقى خطير جدا وتاثر على امن مصر ومستقبل مصر. الكتاب مضمونه شويه مفاهيم مرتبطه بمنظومه المواطنه: التسامح، التعددية، قبول الاختلاف، الحوار، المساواة بين الرجل والمرأة. المفاهيم دي كنا تصورنا انها تقريبا اتحسمت في المجتمع المصري على المستوى الثقافي وعلى المستوى الاعلامي تقريبا 2008-2009. دلوقتي في اللحظة اللي انا بكلم حضرتك فيها، احنا تراجعنا عن كل المفاهيم دي. يعني بعد ما كانت المفاهيم دي في مفردات حتى الخطاب الثقافي والاعلامي المصري تراجعت. مين دلوقتي بيتكلم على التسامح؟ مين بيتكلم على قبول الاختلاف؟ الحاجات دي كنا اتخيل انها خلاص انتهت وبقت راسخه، خاصه المفروض ما اتكلمش عنها. يعني المفروض ما بالزبط. المفروض خلاص، يعني المفروض ان الحاجات ديت زي ما بيقولوا جيفن او مفترض بيها، معمول بيها عايشينها يعني. لا، احنا كاننا يعني نقطه ومن اول السطر وبنبتدي من جديد تاني، وكان المواضيع دي ولا اتحسمت ولا اتناقشنا فيها ولا خدت شوط كبير من السجال والحوار لغايه ما بقى في ارضيه مشتركه. هو دوت يعني انا ما كنتش عايز اتطرق للموضوع دوت، بس الحقيقه يعني الحوار بيجبرني ان امشي في هذا الاتجاه، خاصه بعد ما قريت مقال لحضرتك امبارح عن المشاكل والمشادات اللي حصلت من بعض رجال الدين. رجال الدين، تكلمنا عن المشكله ديت ورايك فيها، وهل هي ديت برضه تنطبق على مشكله السالب والموجب؟ طبعا، لانه احد المشاكل اللي عندنا في مصر اللي هي دخول رجال الدين في مناطق شائكه تسبب مشاكل اكتر ما تسبب مساحات اتفاق. دكتور مايكل، الاتفاق بين المسيحيه والاسلام في القيم والمبادئ الانسانيه العامه لا تقل في اي حال من الاحوال عن 90%. وهدي حضرتك نموذج. المسيحيه او الاسلام، الاديان السماويه تدعو للتسامح،
للاحترام، لقبول الاختلاف، للعدل، للمساواة، لمراعاة الغير قادرين، للحوار، لعدم استخدام العنف. كل دي قيم ومبادئ متفق عليها. في اختلافات في الحاجات العقيدية المطلقة الخاصة بكل دين، بس دي مساحات صغيرة. المساحات الكبيرة مش لازم نسيب 90% ونمسك في 10 بالظبط كده. فلما يحصل ان احنا كل شوية ربنا يرزقنا بشيوخ الاعلام وكهانته اللي هم بقوا محترفين الظهور الاعلامي، فيبتدي حد يرمي الكرة، ما هو انت طالما لعبت الكرة الطائفية لازم حد هيصدها ويرجعها. ما هو انت بتلعب هنا ما بين ناس بيتبعوا دين وناس بيتبعوا دين، فكل واحد بيعتبر ان ده هجوم عليه. لكن انت لو سبت الموضوع للقوانين وللقضاء، دلوقتي احنا البلد ماشية في سكة القانون بقوة، البلد بتتغير. يعني لما حد بيغلط في اي حاجة بقى القانون بما في من، يعني انت عارف حضرتك في قاعدك، لما بيكون اللي على رأس الدولة والنظام السياسي عنده توجه بيبتدي تدريجيا بينزل لغاية تحت. انت التوجه العام عندك للدولة دلوقتي دولة القانون، وان مفيش حد فوق القانون. وابسط حاجه بتحصل دلوقتي موضوع استرداد اراضي الدوله اللي بوضع اليد. فاذا كان انت ماشي في دوله القانون، سيب القانون ياخد مجراه وهيجيب لك حقك. لكن ما تتخيلش انك انت لازم حد هجمك سواء على المستوى السياسي او على المستوى حتى الطائفي او الديني لازم ترد عليه بنفس المنطق. طيب ما هو انت كده بتضيع القضيه كلها وبتضيع المشكله وبتضيع حقوق الناس، لانه في الاخر اللي بيتخانق، اذا كان اللي بيتناقر او بيتخانقوا مع بعض او بيتجادلوا او تحت اي مسمى هم رجال الدين، هم في الاخر بيطلعوا قدام شاشات التلفزيون في تصريحات بيقولوا، لكن المجتمع في الشارع هو اللي بيدفع الثمن. طب انا يعني انت عارف طبعا ان انا مؤمن وموحد بالله، لكن مضايقني قوي ان دخول الدين في الـ في الـ في الشارع وفي الدوله وفي يعني انا شايف ان الدين يبقى في المعابد الدينيه فقط، سواء في كنيسه او في جامعه او في معبد يهودي، والدوله احنا كلنا كمصريين نتعامل بهذا المنطلق كمواطنين. ويمكن الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما لما بيخاطب الناس بيقول للسائل المصريين، يعني ايه راي حضرتك؟ يعني انا شايف ان هي دي المشكله بتعيد نفسها وما بنتعلمش. ما هو ده من ضمن اعاده مفردات تاني الدوله المدنيه. وبعض يعني اصبح بعض الناس بيتكلموا على الدوله المدنيه كانه مصطلح سيء السمعه. الدولة المدنية لا تعني إلغاء الدين. الدين للشخصية المصرية مكون رئيسي. احنا المصريين من أول الفراعنة ولا ما قبل الفراعنة لغاية دلوقتي الدين مكون رئيسي عندهم في شخصيتهم، فلا يمكن حد يلغيه ولا يمكن حد يهمشه، لكن نتعامل معاه بشكل صحيح وشكل صحي. احنا ما قلناش نلغيه ولا نهمشه، ما يعني بالظبط احنا يعني نديله مساحته. الدين مكان ودور العبادة، لكن المعاملات اليومية والعلاقات بين البني أدمين ده بيحكمها قوانين وأنظمة لا يتدخل فيها الدين. وفكرة استغلال الدين لتكفير شخص أو لاستبعاد شخص أو إقصاءه أو تهميشه دي جريمة بحد ذاتها. فالدين مكانه، هرجع للجملة بتاعت حضرتك، الدين مكانه الطبيعي هو دور العبادة مع رجال الدين المعترف بهم رسميا من المؤسسة الدينية. لان احنا بقى عندنا كيانات موازيه سلفيين وغيرهم. انا اللي اعرفه في مصر الكنيسه والازهر، ما اعرفش حد تاني. صحيح. ورجاله، ولما لان هم يبقوا مسؤولين عن تصريحهم، لان اللي بيدفع الفاتوره بقيه الشعب. بالظبط. وعلشان برضو اكمل الجمله عشان الجمله تكتمل، بمناسبه ان احيانا حصل بيحصل سجال بين رجال دين مسيحي واسلامي بشكل طائفي فج، ورجال الدين ما فيش على راسهم ريشه، بمعنى رجال الدين اللي يغلط يحاكم ويجرم قانونا، لانه رجال الدين مسؤوليتهم مضاعفه يا دكتور مايكل. لانه مسؤول، لانه بيشكل الوعي الديني والفكري لناس بتسمعه في الشارع. فغلطه الشاطر بألف. مسؤوليته المجتمعيه ووطنيه. بس برضه طبعا احقاقا للحق بيبقى فيه فعل وفي رد فعل، وبيبقى فيه حد بيقتل وواحد يعني بيبقى يعني العداله السريعه الناجزه هي اللي بتفصل. حضرتك لما تتظلم وتلاقي انه حد، تقدر حضرتك تقول لي احد مشاكلنا الضخمه الناس بتعيش وتموت وتبقى قضايا الورث لسه في المحكمه ليه؟ يعني مشكله كبيره دي، مشكله القضاء، مشكله المؤسسه القضائيه في مصر، ومشكله البرلمان. وانا مصمم، ودي انا قررتها اكتر من مره، المشاكل اليوميه اللي بتمط علشان الواحد ياخد حقه دي اخطر من اي حاجه. ان حقك يتاجل ان انت تاخده، وممكن تاخده بقرار او بنفاذ القانون او بتنفيذ احكام، دي اولويه
للبرلمان والمؤسسه القضائيه في مصر. انتوا بتاخدوا اجراءاتكم كبرلمان في القوانين، انتوا بتاخدوا اجراءاتكم كوزاره العدل كمؤسسه قضائيه في انك انت تتاكد مين صح مين غلط، لكن لما تتاكد اديني حقي مش تديني حقي، يرجع لقدام يعمل نقط، ارجع انا طالب بحقي، انا اموت واولادي هم اللي كملوا القضيه ازاي يعني؟ طيب الاعلام من وجهه نظر هاني لبيب ايه رايك في اللي بيحصل اليومين دول وكيف تراه وكيف يعني تتمنى ان يكون؟ الاعلام زيه زي حاجات كتير اتلخبطت بعد 25 يناير، ولكن بقالنا فتره ابتدى الوضع يختلف. يعني مع تشكيل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئه الوطنيه للاعلام والهيئه الوطنيه للصحافه ابتدى يبقى عندنا اشكال جديده، خاصه ان انت ما بقاش عندك وزاره اعلام. اعتقد ان المساله هتاخد وقت في يعني ترتيب بعض القوانين او بعض اللوائح للحفاظ على حقوق كل من بيشتغل في الاعلام والحفاظ على حقوق المواطنين اللي بيتلقوا اللي بيذيعوا او بينشروا الاعلام. صحيح. فهي المساله هتاخد وقت لكن الدنيا انا متفائل جدا. طبعا اكيد في بعض وسائل الاعلام هتختفي تماما، خاصه اللي تمويلها ابتدى من قبل 2010 او اللي تمويلها ابتدى في 2011. فزي ما التمويل نزل علينا بالباراشوت فجاه، الجرايد دي او القنوات دي برضو ان شاء الله هتختفي فجاه، وهيتبقى مره تانية الاعلام المصري يرجع لدوره الرشيد، ان هو ضمير مجتمع، ان هو ضمير البلد، ان هو اللي بيعبر عن الناس، مش بيسخن الناس، مش بيعمل فجوه بين النظام والمجتمع، ومش بيسود حياه الناس. طيب ايه راي حضرتك في ان يعني من وجهه نظرك هل الاعلام ليه دور في تسخيف الناس؟ ويعني يعني الناس بتقول بالنسبه للتلفزيون عامه سواء اذا كان دراما او اعلام او سينما، يعني الحاجات المرئيه يعني المسموعه والمرئيه، يقول لك لا انا ده رد فعل او دي مرايه المجتمع، فانا بتكلم عن مرايه المجتمع بكل سلبياته بكل ما يحتويه، لان انا مش دوري ان انا اعلم حد، انا اعلام، انا بعلم بس الناس باللي بيحصل. هل تفتكر ان بيبقى في دور اصلاحي يعني للمجتمع؟ طبعا. ليه بقى؟ لانه مش معنى ان في ظاهره حصلت في المجتمع انك تعممها. يعني لما يجي تطلع لي فيلم وكانه اختزلت مصر كلها في كباريه، ده هزار. مصر مش كده. في كده، ما كل بلد فيها كل حاجه في العالم، كل بلد فيها كل حاجه، فيها كل حاجه. لكن مصر مش كده. انت عايز تعبر عن مشاكل شريحه معينه، عبر عنها بشكل ايجابي علشان فعلا تاثر، لكن مش تظهر وكان المجتمع المصري هو ده. ده خطر جدا، لانك انت بتتجاهل حاجات كتير. او لو انت بتعمل فيلم بتوري الناس ازاي تعمل عصيان مدني وتحرق منشآت. فانت ايه الهدف؟ ما هو ده عامل عارف بتوريهم ازاي يشربوا مخدرات بالظبط، تفاصيل عارف ده فرق عامل زي ايه؟ زي لما تلاقي في وقت من الاوقات، الحمد لله ان ده بقى شبه مجرم على مستوى العالم ومش موجود، لما تلاقي كيف تصنع قنبله في منزلك. طيب يعني ايه الهدف؟ ايه الهدف؟ هتلعب بالقنبله بالليل ولا ايه بالظبط؟ يعني هل انت عايز تعلم اي شاب صغير ممكن يبقى يعني الفكره تشده وهو لسه في مرحله المراهقه فيبتدي يجرب ويعملها؟ وممكن يجرى له حاجه او يستخدمها بشكل كلام، او ممكن يقتل نفسه او يقتل حواليه او يعني او. فهي القضيه مش قضيه انك انت بتنقل ايه اللي في المجتمع، انت ممكن تنقل ايه اللي في المجتمع بدون ما تسبب مشاكل. يعني هدي لحضرتك نموذج، لما بيحصل عمليه ارهابيه في مصر وفي ناس بتموت، هل من اللطيف ان انت كل شويه تجيب منظرهم ومنظر الاشلاء او ناس محروقه او قطع من بني ادمين مرميه؟ هل ده شيء لطيف ومنظر الدم؟ لا طبعا. اولا مش لطيف على المستوى الانساني ومرفوض، ومؤذي جدا لمشاعر عائلاتهم واصدقائهم. صحيح. لان دول ناس يعني ليهم عائلات واصدقاء عايزين يفتكروهم بشكل كويس. فانت ليه تجرح مشاعر المجتمع وتجرح مشاعر الناس؟ لكن لما تتناول الظاهره نفسها كعمل بس دفاعا عنهم، انا مش بدافع عنهم بس يعني دفاعا عن اللي بيعمل كده، يقول لك لا انا عايز اوري الصوره القبيحه الحقيقيه للارهاب مش هي ده اللي هيوري يا دكتور مايكل. وهقول لحضرتك على حاجه، مش السرعه والسبق الصحفي هو ده معيار المهنيه في الاعلام، لكن الحقيقه والمعلومات
هي الأهم، دقة المعلومة. اه طبعا، لأنه ايه الفايدة انك تروج لحاجة ممكن تتفهم بأكتر من شكل او تتفهم غلط، زي ما حصل يوم تفجير الكنيسة بتاعت طنطا والكنيسة بتاعت اسكندرية، بعدها بشوية انتشر خبر غريب جدا انه كذا تفجير في كذا محافظة تانية، فطبعا الناس علشان صحيت على تفجير، وبعدها بشوية تفجير تاني وطلع بجد، تخيلوا ان الموضوع البلد كلها فيها كوارث، فابتدوا ينشروا الاخبار. فلا، الدقة في الحاجات اللي زي دي مهمة جدا، لانه كمان بتمس ناس، زي مثلا هقول لحضرتك، اما يجي يبقى فيه جريمة، تلاقي خاصة في الجرائد والمجلات كنا يعني منتشر قوي، تلاقي مثلا عمل نص صفحة على هذه الجريمة، يحصل انه في براءة او انه الاتهام ده طلع مش مظبوط مع بالادلة، تلاقي اتنشر قد كده. طب ما انت كنت مديله نص صفحة. ايوه اولع بتزور. يعني مديله نص صفحة وحطت صورته، خليت كل اللي ماشي واللي معدي في الوش كده شافه. طب ده فين حقه؟ ده بقى اعتقد ان الحاجات دي كلها هيبقى دور بعد كده يعني المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، لانه احنا محتاجين ان نرجع كمان ثقتنا تاني في الاعلام. انت قبل 25 يناير 2011، كلنا كل المهتم بالشأن العام كان المتوسط بيقرأ 10 جرائد ومجلات كل يوم. دلوقتي اتحدى لو حد بيقراهم. نعم، مع السوشيال ميديا دلوقتي بل بالظبط كده، بل اصبح دوله الفيسبوك هي مصدر المعلومات. طيب، لكن اذا كان الفيسبوك مصدر المعلومات وكل واحد بيكتب اللي عايزه، لكن يعني الدول لا تدار بالفيسبوك. انا في احد الاشخاص يعني بقول لهم كانوا بيقولوا على خبر، فبقول لهم لا ده مش صحيح، فبيقول لا ده فلان عمل له شير على الفيسبوك، يعني اكنه وثقه في الشهر العقار يعني. شير دي على الفيسبوك. يعني ما هو اللي بيحصل يعني. اللي بيحصل ايه؟ لو انا وحضرتك اصدقاء ومعنا صديق ثالث ورابع، لو حصل وفي خبر انت تشدت ليه، حسيت بشكل او باخر ان هو صح بدون ما تتاكد، او نفسك ان هو يبقى صح، او نفسك ان هو يبقى صح بالظبط كده، وعملت له شير، انا ثقه فيك لان احنا اصدقاء، هقوم عامل شير على الشير بتاعك. هيجي واحد تاني برضو يعرفش، وهكذا، او واحد شافها على البيج بتاعتك، فهتلاقي ان الموضوع انتشر بدون دق. وعلى فكره ده كان بيحصل في فتره من الفترات، خاصه ساعه فض رابعه. كان يجي حد يعني، دي حصلت في المهندسين مره وانا كنت موجود في الواقعه دي، انه كاوتش عربيه انفجر زي ما بيحصل في اي وقت. فقبل ما نتاكد احنا سمعنا الصوت، فحد من اصدقائنا قام كتب صوت الانفجار في المهندسين في شارع جامعه الدول العربيه، وبعديها بشويه اكتشفنا ان هو عربيه. طيب انت كتبت كده، غيرك هيتقبل ده ازاي؟ او الناس مع الخوف ومع انه في مشاكل، ما هو ده هيشير وده هيقول وده هيقول، وانت ما تاكدتش ايه اللي حصل، وممكن يبقى في رد فعل غير متوقع طبعًا. من اي اتجاه، سواء من الحكومه او من الشرطه او من المعتصمين. يعني لانه ميزه الفيسبوك، يعني في ميزه وعيب. العيب طبعا ان كل اللي بيكتب باعتباره رئيس تحرير، بمعنى بلا رقابه بلا رقابه، سواء ان انت تتجاوز او تشهر او تشتم او تقول حقيقه او تروج لشائعه، ايهما انت بتكتب محدش بيراقبك او محدش بيحاسبك. فطبعا احيان كتير بتترمي حاجات على الفيسبوك غير حقيقيه ومش مظبوطه، والناس بتاخدها لانها معلومات دقيقه وحقيقيه، وبتوصل احيانا ان بعض برامج التوك شو بفكره يعني الكونتنت بتاعه النهارده بيقوم على ايه اللي حصل في السوشيال، وده خطير طبعا. من الناحية التانية أحيانا حاجات كتير بتتكلم إيجابية أو حاجات كويسة أو معلومات دقيقة، خاصة يعني الناس كتير بيبقى عندها نوع من الأمانة لما بيحصل أي حاجة، أو حد يقول يزود في المعلومات، أو يقول ده 10 ماتوا ده 20 مش عارف جرى لهم إيه، فواحد يقول لا ما فيش حد مات، لا ده واحد بس اللي مصاب. أحيانا الناس بتدي بأمانة، ففي جانب إيجابي وجانب سلبي، بس إنك أنت تعرف بين الاتنين هتوه. طيب احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل بقى السالب والموجب، لان في سوالب وايجابيات كتير في البلد. اعزائي المشاهدين نراكم قليلا بعد الفاصل.
ورجعنا لكم تاني مع رئيس تحرير موقع مبتدأ والكاتب الأستاذ هاني لبيب. أهلا وسهلا بيك مرة أخرى في النبض الأمريكي. طبعا حضرتك من الناس المتابعين لنشاط البرنامج وتهتم بعلاقات مصر الخارجية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية. تقييمك إيه بعد إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب، بعد مؤتمر الرياض، بعد سفرية الرئيس السيسي لواشنطن، إيه اللي بيحصل؟ تقييم حضرتك للعلاقة ما قبل وما بعد والحاضر يعني. طيب خلينا نحط شوية ثوابت. رقم واحد، طبعا الجمهوريين في تعاملهم مع منطقة الشرق الأوسط ومع مصر في العلاقات الثنائية مختلفين تماما عن الديمقراطيين، وإن كان في مصالح أمريكية عليا، ولكن الجمهوريين بيبقوا أكثر تقارب وأكثر حوار وأكثر تفاهم أكثر كتير من الديمقراطيين. تمام؟ تمام. النقطة خاصة بالنسبة للدول الخارجية، يعني الديمقراطيين بيبقوا مركزين قوي جوه ومش عايزين يقفلوا كل البوردرز ويركزوا في حالهم اللي جوه. بالظبط. النقطة الثانية إنه الفترة اللي فاتت اللي هي ما قبل ترامب كانت العلاقات المصرية الأمريكية في أسوأ درجاتها في التاريخ. في أسوأ درجاتها في التاريخ فعلا. يعني أعتقد إن من اتفاقية كامب ديفيد أسوأ مرحلة هي المرحلة تقريبا اللي من 2005-2006. وايرونيكلي يعني بسخرية انها ابتدت من خطاب الرئيس باراك اوباما في جامعة القاهرة. بالظبط كده. يعني كده. المفروض دي كانت تبقى بداية بالظبط. وطبعا لما جت 25 يناير بعد كده ظهر وجوه كتير للولايات المتحدة الامريكية وادوارها، ما كناش يعني وان كان بعض الناس كانت يعني ماسكه الملامح بتاعتها وخيوطها، لكن ما كانتش بالقوه دي او بالعنف ده. ظهور ترامب الرئيس الامريكي الجديد وعلاقته بمصر وعلاقته بمنطقه الشرق الاوسط وتعليقاته اللي بيكتبها او اللي بيصرح بيها على بعض الدول بتثبت ان هو هيمشي في طريق مختلف عن الطريق اللي قبل كده، وخاصه مع وجود رئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته لمواجهة الإرهاب بأكتر من شكل والخطورة من بعض الدول اللي بتدعم الإرهاب أو بتأوي الإرهابيين أو بتدعم لوجستيا أو ده إدى مساحة مشتركة بينه وبين الرئيس ترامب في رؤيته للعالم اللي جاي. الرئيس ترامب من الواضح أنه مش عايز يورط الولايات المتحدة الأمريكية في أي شيء خارجي مرة تانية، عايز يحافظ على السلام، عايز ما يبقاش فيه ارهاب، خاصة الارهاب ابتدى يروح لامريكا ويروح لاوروبا. كانوا فاكرين ان هم يقدروا يبعدوا، وبالتالي كانت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بعد 30 يونيو انه الارهاب ده اللي انتوا دعمتوه عندنا هيوصل لغاية عندكم، فابتدت الفكرة تتحقق، لانه انت عندك دول بتتفكك وعندك مناطق بتتغير. يعني سوريا مثلا دلوقتي بعد ما كان فيها كم كبير من داعش وابتدى يحصل فيه سيطرة وابتدى جيش بشار الاسد ياخد وضعه شويه وبدعم روسي وغيره ابتدوا بتوع داعش دول يطلعوا بيظهروا لك احيانا في ليبيا، بيظهروا احيانا في حتت في العراق، بيظهروا في بعض الدول، لكن كمان ظهروا في اوروبا ومش في دوله واحده، فاكتر من دوله لغايه ما وصلوا بريطانيا نفسها. فالدول الاوروبيه الولايات المتحده الامريكيه هتستنى لايه؟ مش هتقدر يستنوا اكتر من كده لغايه ما يحصل مزيد من التفجيرات، وخاصه ان هم عندهم اعتزاز بالمواطنين بتوعهم. طبعا. فهنا حصل شيء من التقارب لمصلحه عليا بتهدد كل العالم. طبعا في تغيير في الخريطه بتاعه المنطقه، في تغيير في الانظمه، في تغيير واضح هيبقى الفتره الجايه ما بين اجيال صاحبه خبره في السن وفي العمل السياسي وما بين شباب هيبتدوا يتولوا قيادة المنطقة. احنا داخلين منظومة جديدة، المنظومة دي فيها امريكا بشكل مختلف، مش هنتقسم زي زمان جزء مع الروس وجزء مع الامريكان، لكن هتبقى مصالح مشتركة للدول الكبرى مع بعض الدول المركزية في المنطقة، وبظن ان مصر والسعودية تحديدا هيمثلوا القاطرة بتاع يعني ضبط الامان في المنطقة والامن في المنطقة ومواجهة الارهاب ودعم الاستقرار.
طيب دوت طبعا اتجاه مبشر بالخير، لكن احنا عارفين طبعا ان الرئيس دونالد ترامب عنده مشاكل كتير دلوقتي في الولايات المتحدة الامريكية، وفي نوع من الضغط الجماهيري لبعض الديمقراطيين واعضاء المجلس النواب الامريكيين بعزله. النقطة اللي انا عايز اوصلها هنا، هل ينفع نتكاتف ونتعامل معاه بشكل قوي، ولا برضو نبتدي نوجه انظارنا للمؤسسات بحيث ان يجي رئيس يمشي رئيس، احنا وضعنا مع مصر يعني التعامل الولايات المتحدة مع مصر يبقى على المستوى المؤسسي وليس فقط على المستوى الرئاسي؟ لا انا بظن لازم على المستويين، لانه في وجود رئيس لازم كده كده انت بتتعامل معاه، ده جانب. وفي الجانب التاني جانب المؤسسات، وانا عايز اقول لحضرتك شخصيا انا بستبعد موضوع يعني ايه ان عزل ترامب صعب، لان صعب يعني انا يعني لا اعتقد انه ممكن يحصل، بس يعني بالظبط، بس يعني موجود في ناس بتتكلم، في ناس بتتكلم، وفي محامين البيت الابيض ابتدوا يشوفوا الاجراءات. يعني ده كل دوت انا يعني اعتقد ان ده تهديد من السي ان ان ووسائل الاعلام اللي ما بتحبش دونالد ترامب، لا وده مش معناه انه هيوصلوا لاي حاجه يعني. بس خليني اقول لك حاجه تانية، دونالد ترامب في الاتفاقيات الاخيره اللي عملها مع السعوديه وبعض دول الخليج ربع نفسه على هش، لا يعني ببساطه اصل الولايات المتحده الامريكيه دوله مؤسسات ودوله شركات مالتي ناشونال، شركات متعدده الجنسيات، شركات ضخمه جدا باموال ضخمه جدا، فهو عمل نوع من الاستقرار. يعني الاتفاقيات اللي هو عملها، الاتفاقيات الضخمه اللي كانت باينه اللي كل الناس شافوها في التلفزيون، الحاجات اللي قد كده يعني، دي اتفاقيات وبعد كده ده مش نيه لعمل مشاريع، ده اتفاقات بفلوس مقدم ايوه، والاهم من ده في عقوبات لاي تاخير او فانت داخل في مرحله جد، مش داخل في مرحله هزار او نيه التعاون، لا ده جاي على التعاون وكل شيء متظبط. وبعد كده زيارته للسعوديه وبعد كده لاسرائيل، انا بتكلم على المنطقه بتاعتنا، وبعد كده الفاتيكان، لكن زيارته للمنطقه ده معناتها اعاده تشكيل للعلاقات بين الدول بشكل يضمن الامن والامان ويضمن الاستثمار. ايه اللي يخلينا كمصر ما نتحطش في نفس الموقف اللي اتحطينا فيه قبل كده بعد ثوره 30 يونيو اتجاه بعض الدول اللي خذلتنا ومنها اهمها يعني الولايات المتحده الامريكيه؟ نعمل ايه عشان ما يحصلش الكلام ده تاني في وقت الحوجه اللي احنا نبقى محتاجين دعم مش فقط مادي بس حتى لوجستي ومعنوي وكحليف، انه ما حصلش فينا اللي حصل الفتره اللي فاتت؟ يعني انا شايف ان مشكله مصر مش كانت بس المشاكل اللي بتمر بيها، لكن برضو الضغط من دول عظمى زي الولايات المتحده الامريكيه. دكتور مايكل، انت لمست نقطه مهمه، احنا عندنا نقطتين ضعف. النقطه الاولى ان احنا بنكلم نفسنا، يعني لو مثلا كان يطلع سيناتور يقول حاجه في الكونجرس او يصرح باي تصريح، او يطلع حتى كان اوباما او هيلاري كلينتون، بنرد عليه هنا، بنرد عليه هنا وبالعربي مش بالنبض الامريكي، بنرد عليه بالعربي وبنكلم نفسنا، لكن ما عملناش لوبي بره انه يتواصل ويعبر عننا. النقطه الثانيه ان احنا حتى لما بنيجي ندافع عن بعض القضايا بره، وانا حضرت اكتر من مؤتمر واكتر من زيارات خاصه في اوروبا، بنتكلم بلغتنا وبثقافتنا وبذهنيتنا اللي هي مختلفة عن العقلية الأوروبية، برغم احنا لو تعبنا شوية في التفكير كود مختلف، سوفت وير بنحمل عندنا، محملين سوفت وير غير السوفت وير، مع انه احنا يعني هي المسألة محتاجة ان احنا نركز عشان نعرف نخاطبهم بنفس لغتهم، المسألة سهلة لان احنا عندنا اسباب الدفاع. يعني لما تيجي تتكلم على 30 يونيو وفض رابعة، هم بيناقشوا نقط محددة اللي أثيرت في الإعلام، أنت لازم ترد على النقط دي مش ترد على حاجة تانية. يعني زي دلوقتي ما ينفعش حضرتك بتسألني سؤال عن العلاقات المصرية الأمريكية أو ما أنا مكلمك عن العلاقات المصرية السودانية. كنت لسه بفكر في السودان. ما ينفعش نتكلم في حلايب وشلاتين، مالهمش علاقة، بالظبط مالهمش علاقة، والولايات المتحدة مش مهتمة أصلا بموضوع حلايب وشلاتين، فما دخلك يعني ما ندخلش الملفات في بعض. فإحنا محتاجين رد على قد السؤال، محتاجين نخاطبهم رقم واحد، نعرف نخاطبهم بره، نرد على قد السؤال ونرد على اللي هم بيتكلموا فيه، مش اللي احنا عايزين نقوله بالظبط او اللي احنا مقتنعين بيه،
هو اللي احنا مقتنعين بيه احنا مقتنعين بيه هنا. لا هو الغريب كمان ان دي حاجه انا بلمسها انا شخصيا عشان كده يمكن ابتديت فكره برنامج النبض الامريكي ككل، ان احنا متخيلين لسبب ما او لاخر مش عارف ان هم شايفيننا وفاهمين كل حاجه. يقول لك هو عارف ازاي، وما بيتفرجش على التوب شوز بتاعتنا وما بينزلش الشارع، وبيبقى فاكر ان مثلا بيبقى عنده مراسلين بيوصلوا له المعلومه. وعلى فكره انا عايز اقول لحضرتك حاجه ودي انا لمستها لما المراسل اللي هنا وانا دي شفتها في نيويورك تايمز، هو بيوصل له المعلومه بسياسه نيويورك تايمز بالظبط. انا عايز اقول حاجه يعني ما بيوصلوش المعلومه الحقيقيه. هقول لك على حاجه كمان، الولايات المتحده الامريكيه واوروبا عرفوا او خدوا انطباع او رسموا صوره على اللي بيحصل في مصر بعد 25 يناير او ما يطلق عليه الربيع العربي اللي هو كان خريف اصلا يعني. خدوها منين؟ من الجزيره انجلش. هم خدوا من الجزيره انجلش، واحنا الشعوب العربيه خدنا من الجزيره مباشر. لا وهو انا دايما بقول يعني كان مضايقني ان احنا اللي فجرنا الثوره وبعد كده كنا بنتفرج عليها في فاكس نيوز وسي ان ان، وهم واخدينها من الجزيره انجلش اصلا. طيب تعالى بقى نقف عند الحته دي. انت هنا يعني انت لما تيجي تشوف مثلا الجزيره انجلش او الجزيره مباشر موجهه لبره، هي بتطلع من قطر لكن موجهه لبره، لكن مش هي دي قناه قطر. انت عندك قناه خاصه داخليه اسمها قناه قطر، ولا انا ولا انت ولا اي حد بيشوفها في التلفزيون. بيجيبوا فيها اكيد بقى الطبق، لان دي خاصه بالامور الداخليه جوه قطر، فاحنا شو مش هنتفرج عليها. لكن دول كانوا سياستهم واضحه وموجهين للخارج وبينقلوا رساله معينه، وكان بينقل رساله معينه بالانجليزي وبينقل رساله معينه للشعوب بالعربي علشان تدي انطباع معين. فبره قدر يرسم صوره محدده اللي بيحصل في مصر او الدول العربيه بالشكل اللي هو عايزه، وقدر هنا يدينا انطباع وشكل معين. هدي حضرتك نموذج بعيد علشان الناس يعني هتفتكره كويس، زي ما حصل قبل دخول القوات الامريكيه العراق. ايه اللي حصل؟ شوف هو ده النموذج الاعلامي المظبوط. اول حاجه فاكر حضرتك صدروا صوره ادت انطباع سيء عند الاوروبيين والامريكيين، اللي هو الطائر اللي هو غرقان كله بالزيت على اعتبار ان صدام حسين فجر الخزانات بتاعت الزيت والبترول في مياه الخليج. فطبعا ده البيئه، فالبيئه دي طبعا من الغربيين بجنانه بالظبط كده، خلاص كل حاجه الا البيئه. فاديت اول انطباع، مع انه كانت الصوره دي بعد البحث عنها بعد كده كانت صوره لناقله بترول غرقت في بحر الشمال. واو. في القطب الشمالي، ورغم كده اتصدرت على انها العراق. رقم اتنين بقى كل اللي بيتصدر ايه اعلاميا؟ المنطقه الفلانيه سقطت، المنطقه الفلانيه سقطت. تمام. لحد ما الجيش تفكك، تمام، لغايه ما الجيش صدق ان هو سقط. الجيش نفسه يعني بغض النظر كان في خيانه ولا مش خيانه، ممكن خيانه مع واحد مع اتنين في الجيش العراقي، لكن ده لو كان حصل يعني. ولكن ببساطه ادالك صوره ذهنيه، المطارات اتضربت وهو ما كانش لسه المطارات حد جالها اصلا، ادالك صوره ذهنيه انه العراق سقطت وبغداد بقت في قبضه. انا اعتقد يعني انا موافق مع حضرتك هذا الراي، اعتقد ان العراق سقطت اعلاميا قبل ما الجيش الامريكي يخش فيه. واسمح لي ان انا اقول لحضرتك انه 25 يناير جزء كبير منها اتعمل اعلاميا، وعلشان كده لما انت تيجي تقيس بس هم استغلوا اسباب اجتماعيه وسياسيه يعني. طبعا اتلعبت صح، طبعا بدون نقاش اتلعبت صح، بدون استغلوا نقاش. كان عندنا مشاكل، استغلوا المشاكل بالظبط. بس تعالى بقى نقيس وقت 25 يناير كانت القصه كلها في التحرير. انت ما كنت تطلع بره التحرير كان الموضوع انتهى. صح، ما كانش في اي حاجه ولا حتى في اي حته في القاهره، لكن اتصدر التحرير على انه مصر كلها. ولما مصر كلها نزلت في 30 يونيو قال لك لا ده قال لك ده ما حدش نزل وما كانوش بيجيبوا الصور. فانت هنا انت عايز تصور، يقول لك لا ده التحرير بس، بالظبط عايز تصور صوره معينه، التحرير بس، وقبل كده ما كانش التحرير. وعشان كده دي اهميه الصور وافلام الفيديو اللي احنا طلعناها في 30 يونيو اللي بينت الناس واصله لفين ما بين التحرير وقصر النيل وما بين الاتحاديه اللي ما كانش فيه مكان، وكلنا شفناه لانه باكتر من كاميرا واكتر من شاشه كانت جايبه. فالقضيه هنا انت عايز تصدر ايه؟ الاعلام يا دكتور مايكل خطورته انه بيشكل ذهنيه، تشكيل الذهنيه ده بيدي انطباعات. حضرتك لو احنا بنقرا انا وانت كتاب زي ده، الكلام اللي في الكتاب والامثله بتترجم في دماغنا لصوره، لانه اللي بيبقى في الدماغ دايما الصوره اكتر من الكلام.
هما كانوا عايزين يصدروا لنا صوره دايما على الشاشه ان هو ده الشكل، لانه تاثير الصوره اخطر من الكلام، وعشان كده كان فاتح لك طول اليوم مباشر. صحيح، مش كده حتى سموها الجزيره مباشر. احنا نخرج فاصل مره تانية استاذ هاني ونرجع بسؤال مهم، اين تذهب مصر؟ اعزائي المشاهدين نلقاكم قريبا من بعد الفاصل. ويلكم باك، اهلا وسهلا بحضراتكم واهلا بضيفي العزيز الاستاذ الكاتب هاني لبيب. اين تذهب مصر؟ انا متفائل جدا. مصر فيها حاجات كتير قوي بتتغير، في قوانين بتتعمل، في استثمار ابتدى، في كم مشاريع ضخم بيتعمل، في اراده من الدوله ان مصر ترجع مصر كدوله ودوله مؤسسات مع الحفاظ على كرامه المواطن. في حاجات كتير قوي تدعو للتفاؤل، مش مجرد المشاريع. يعني دلوقتي انت ما بيعديش اسبوع او 10 ايام غير لما تكتشف عن في افتتاحات كتير، مش حاجه واحده بتتعمل بالمجموعه. منظومه الطرق بتتغير، يعني بستغرب قوي من بعض المثقفين او بعض الاعلاميين اللي بيتساءل ليه كل الطرق دي. انا هقول لك على حاجه بقى، في الولايات المتحده الامريكيه جزء رئيسي من بناء دوله قويه شبكه الطرق، هي شبكه الطرق صحيح اللي تساعد على الانتقال السلع والبضائع والبني ادمين. طبعا فالناس بتسال احيانا بلا شك بالظبط كده، بلا شك. انا مش عايز اقول لحضرتك انا بشوف قد ايه استثمارات في في نيويورك مثلا، شخصيا انا ببقى هناك، قد ايه بيستثمروا في الطرق وبيوسعوا وبيكبروا وبيعادوا رصف الطرق بلا شك. ما انت عملت طرق، يعني عملت شبكه مرافق، يعني مهدت الاماكن دي اللي عايز يستثمر، اللي عايز يعمل مصنع، اللي عايز يعمل مباني، اي حاجه. فانت بتساعد الناس على الاستثمار. فمصر بتتغير، ورؤية مصر وابتدت ومكانتها ابتدت تتغير. يعني هدي لحضرتك نموذج بسيط، أكتر من مرة في الإعلام يتكتب إنه فلان من الدولة الفلانية دبلوماسي جه مصر بدون تأشيرة، رجعوه للمعاملة بالمثل. الحاجات دي جديدة علينا. الحاجات دي جديدة علينا. اللي هي فكرة كرامة المواطن المصري مش في بلده بس، لكن على مستوى العالم وفي العلاقات بين الدول. تعالى في المستشفيات اللي بتبني، في منظومة المدارس اللي هتبتدي تتغير مع تجربة المدارس اليابانية، الكهرباء. الكهرباء احنا على السنة الجاية احنا هنصدر كهرباء. الناس نسيت ان احنا ما كانش عندنا كهرباء، يعني وكان احنا حضرتك ليه فترات كان النور بيقطع في القاهرة ثلاث اربع مرات في اليوم، كل مره ممكن توصل ساعتين او ثلاث ساعات. كنت انا في القاهره مره وعينت شهادة دوت بنفسي. يعني اللي الناس بس مش واخده بالهم انه مشاكل مصر تقيله، مشاكل مصر تقيله. وبعد كده انت بقالك من وقت جمال عبد الناصر بترحل مشكله للي بعدك ومحدش بيجي جنبها. يعني فكره الدعم اللي انت ابتديتها بقت عبء على الدوله لما وكلت في عظم البلد. طبعا لما انت عندك موارد بتخش لك، الموارد دي بدل ما انت بتصلح طرق، بدل ما انت بتبني مستشفيات، بدل ما انت تبني مدارس، انت عمال تصرفها على الدعم اللي معمول في ثلاث قطاعات في منتهى الخطوره. الثلاث قطاعات دول المفروض بيدخلوا لك فلوس عشان تستثمر في البلد. فانت لما الدعم ده لو راح للاستثمار في البلد بشكل حقيقي يبقى افضل. يعني هيخدم المواطن على المدى البعيد، هيوفر له شغله، هيوفر له السلع تبقى ارخص ويبقى فيه. حضرتك في الولايات المتحده الامريكيه، في الولايات المتحده انا زرتها قبل كده، من بنزينه لبنزينه بيختلف السعر. صحيح. في شارع واحد مظبوط؟ قدام بعض كمان. وقدام بعض. ليه؟ لانه ده بيرجع للعرض والطلب. في حاجات لازم يعني نتواكب فيها مع العالم، لإلا بتحملنا وبتحمل الموازنه المصريه والدوله المصريه فوق طاقتها. طبعا الناس يعني مش بتستوعب الكلام ده قوي، يعني في الاخر بيقول لك ايه، انا يهمني حياتي اليوميه، يهمني ان انا انزل اروح الشغل، يهمني ان انا اعرف اكل. ما هو انت لو الازمه فضلت كده احنا ولا هنشتغل ولا تشتغل ولا تاكل. بالظبط. لكن الدوله لازم تسترجع قوتها ولازم تسترجع مصادرها. بس يمكن الناس مش مستحمله، الناس عدت بمراحل الم كتيرة من ثورات لإصلاحات اقتصادية. طبعا. يعني والناس مش قادرة تستحمل. ايه الحل؟ المواطن المصري اتظلم كتير، اتظلم على مر عصور كتير، لانك المشاكل اللي انت رحلتها على مدار 50-60 سنة
اللي بيدفعها هو المواطن البسيط دلوقتي، مش حد تاني، مش رجال الاعمال ولا رجال السياسه ولا رجال الاعلام، بيدفعها المواطن الغلبان اللي هو كل همه ينزل يشتغل عشان يربي عياله ويعلمهم. الموضوع ده هيبتدي يتصلح، مش هيتصلح في يوم وليله، بس تدريجيا. يعني لما تبتدي تلاقي ان في مدن جديده، لما تشوف دلوقتي فكره ان احنا بنعمل القضاء على العشوائيات. في مشاكل كتير تم معالجتها يعني في الفتره اللي فاتت، المزارع السمكيه اللي ممكن تاكل مصر بدل ما احنا نستورد. احنا في حاجات لازم احنا لا احنا كان لازم نطلع من عباءه الاستهلاك، يعني بالزبط. يعني كنا هنموت بهذا الشكل. احنا تحولنا لدوله استهلاكيه، حتى يعني عايز اقول لحضرتك، حتى مع استثمارات كتير من رجال الاعمال، بدل ما يبني مصنع بينتج بيبني كومباوند او يبني ملاهي او يبني قريه سياحيه. ده مطلوب، بس مش كله، مش ده اساس الاستثمار. اساس الاستثمار انك تبقى دوله صناعيه وتجاريه حقيقيه. الناس اللي عماله تتريق على قناه السويس ويتريق عليها على انها تفريعه و قناه السويس لما تتعمل بالمناطق اللوجستيه بتاعتها اللي هتبقى تعمل صيانه او خدمات سفن او تحميل او تفريغ وتحميل وكل الحاجات دي، يبقى فيها هيبقى هب اقتصادي رهيب. بالظبط كده، هيبقى لانه انت لاول مره بتستغل سينا صح، انت لاول مره بتعمل تعمير وتنميه في سينا حقيقيه مش وهميه. مش كلام على الورق ان احنا بنبني مدن، لا، انت لما بتبني مناطق صناعيه، المناطق الصناعيه دي فيها ناس هتيجي تشتغل فيها، الناس دي لازم تسكن وتعيش، لازم يبقى عندها مدارس وعندها دكتور وعندها نجار وعندها سباك. لا ده حتى يعني لو خدناه يعني مش عايز اقلل من المثال اللي انا هقوله، بس يعني لو واحد اشترى فيلا وزود عليها اوضتين، ده قيمه الفيلا بتعلى ولو ما استخدمش الاوضتين. بالظبط. يعني طبعا يعني مجرد انه في بوتنشال او قابليه للزياده دوت، بيزود من قيمه الحاجه يعني. وبعد كده يعني اللي احنا محتاجينه الفتره الجايه، وده المهم، النظره الحقيقيه في حاجتين: في تشريع قوانين استثمار دقيقه، وبتمنى ان قانون الاستثمار بنتكلم يعني كده من زمان يا استاذ هاني وما فيش حاجه بتحصل. في قصه تانية اللي هي موضوع الضرايب، بنتكلم من زمان الضرايب. الضرايب مش الضرايب، انا مش بتكلم على الضرايب عشان برضو ايه، الضرايب اللي هي للمستثمرين، لما يبقى في بعض دول جنبك بتستقطب المستثمرين انها تخلي الضرايب زيرو او 5% وانت تعملها له 22%، يعني انت بتقول له مع السلامه قبل ما تيجي. ما هو لو انا جاي لحضرتك مثلا معايا مليون دولار، انت من قبل ما انا اتكلم بتقول لي هتدفع 220,000 دولار على ضرايب، يعني انت بتاخد ثلث ثروتي. طب انا هعمل ايه؟ فاحنا اقول لك انا اروح للمكان اللي هي، ده اللي بيحصل. انت الاستقطاب دلوقتي استقطاب استثماري، ان مين اكتر دوله تقدر تاخد مستثمرين، ودي لغه العالم دلوقتي مش المنطقه بس. كان الفتره اللي عندك بعد 25 يناير خسرت حاجات كتير، ده ابسطها، كان عندك مصانع بتاعت انت تصنيع العربيات اكتر من مصنع مشي من عندك لصالح دول جنبك مقدمه تسهيلات زي المغرب والجزائر وتونس. لا ولازم كمان نستغل يعني الاستقرار الامني والاستقرار الى حد كبير عن الخمس سنين اللي فاتوا، الاستقرار السياسي، في ان احنا نبتدي نفتح الباب للاستثمارات الحقيقيه وما تبقاش بس مجرد يعني امال، ونقعد نقول احنا هنغير القانون وان شاء الله. انا عشان كده متفائل باقليم قناه السويس تحديدا في المنطقه دي، يمكن عشان متركز والعاصمه الاداريه الجديده. يعني برضو العاصمه الاداريه الجديده، تخيل بعد، انت القاهره تضخمت ولا هتقدر تعمل فيها اصلاح، انت عشان تعمل اصلاح مثلا يعني انت تطلع كل الناس بره. يعني مره سمعت حد شغل نظيف بيتكلم بمنتهى البساطه على التلفزيون بيقول ايه، ليه ما نعملش زي امريكا واوروبا المواسير الكبيره اللي بتبقى ماشيه فيها سلوك الكهرباء؟ وتعدي فين المواسير؟ طب عشان تعمل المواسير دي هتعمل ايه في القاهره؟ وتتكلف كام؟ يعني هل ده الافضل، ولا الافضل تدريجيا ان انت تخفف عبء القاهره من الجهاز الحكومي تصلحها منطقة وتقوم مخرج ده بره، حتى لو ما عرفتش تصلح منطقة لانها مكلفة، بس هيخفف الضغط على القاهرة. صحيح. خفف الضغط في المواصلات والمرور، هيخفف الضغط في استخدام المرافق، في استخدام الكهرباء، وفي نفس الوقت انت بتخطط عاصمة ادارية على مستوى عالي فيها كل الكلام ده. يبقى الموضوع انتهى. هي المسألة محتاجة ببساطة ان احنا نؤمن شوية ان مصر بقى فيها تغيير، وندعم المبادرات خاصة ان كلنا حاسين بيها. يعني انا هدي حضرتك نموذجين كده ابتدوا، يمكن بتلاحظهم وانت يعني شويه في القاهره وشويه في امريكا.
حضرتك واخد بالك ان بقى لك فتره، كان زمان بتلاقي من 3 سنين بالظبط كتير من الشباب ما بيشتغلش. ايوه النسبه دي قلت. كتير اشهد من الناس بيشتغل. انا قلت في عده برامج قبل كده كنت بقول انا حزين جدا على الشباب اللي قاعد على القهاوي طول النهار. بالظبط. هقول لحضرتك على حاجه تانية، يعني انا ما عنديش ليها اجابه بس هقولها لك. كان زمان برضو من 3 سنين كان في كم ضخم جدا من اطفال الشوارع في مصر، سواء مرميين او مش مرميين، بيتبعوا حد قالوا جدا حد. دلوقتي فعلا في حاجات في مصر بتتغير. اقول لحضرتك على حاجه ثالثه، مفيش مصري دلوقتي بقى يقبل الاهانه، يعني بقى يقبل ان حد يهينه، بقى كل الناس حاسه انها اي حد هيتكلم هتطلع تتكلم في الاعلام وهياخد حقه. ده جاب نتيجه ايجابيه، ان اللي هيحاول يهين بني ادم اي حاجه في مصر او هيحاول انه ينتقص من حقوقه هيتفضح اعلاميا. ايوه خلاص. او على الفيسبوك. لا وعلى الشاشات. وعلى الشاشات. استاذ هاني لبيب، يعني حديث معاك شيق وفي حاجات كتير سالب وموجب، يعني ان شاء الله نتقابل مره تانية. وقت حلقتنا انتهت، لكن الحقيقه يعني انا شايف برضو ان شاء الله مصر ماشيه في الطريق السليم، وان شاء الله في خلال السنين القليله القادمه هنشوف وضع مختلف تماما، ونشوف مصر في اقوى عصرها ان شاء الله. واشكرك على البرنامج. ميرسي جدا. ميرسي اعزائي المشاهدين، نشكركم لحسن استماعكم ومشاهدتكم للبرنامج، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله.